والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا. السلام عليكم، معكم الأخت كريماوي. لهذه أول مرة تزوروا القناة أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. ده اليوم راح نحضر معكم قريوش ناجح وكذلك مميز شكلا ومذاقا. بالنسبة للمقادير تاع هذه الوصفة واش راح نحتاج؟ إذن هنا كما راكم تلاحظوا نحتاج كمية تاع ماء الزهر، نخلطها مع شوية تاع الماء، نحتاج حبة بيض، ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية، ملعقة كبيرة تاع الخل الأبيض. هنا نحتاج 120 غرام و 125 غرام، أنا نأخذ منها 120 غرام فقط تاع الزبدة. راح نستعمل ماني، ما عندكمش زبدة تقدروا تستعملوا سمن يبقى اختياري. وهنا عندي 500 غرام تاع الفرينة. إذا نروح الآن مباشرة طريقة التحضير، نبداو على بركة الله. بسم الله. أول شيء الزبدة تاعي ذوبتها، نحط هنايا نكيل 500 غرام تاعي تاع الفرينة. بسم الله. نسيت ما ذكرتش رشة ملح باش ما يجينيش الذوق تاعها صامت، ناخذ القليل فقط ما نكترش. هكذا نحط كامل المكونات الجافة، نضيف هنايا كذلك ملعقة تاع خميرة كيميائية، نعمروها هاي ديك الملعقة تاع الخميرة هكذا، نعمروهاش بزاف هكذا، ثم نخلط كامل هاد المكونات مع بعض تتخلط مليح. والحاجة الثانية نحط الزبدة ونبسس مليح هاد الفرينة، نبسسها مليح كيما راح ندير عجينة البقلاوة ولا كيما ندير العجينة تاع المقروض. إذا هنا نحط الكمية تاع 120 غرام تاع الزبدة، ونبدأ في عملية تاع تبسيس هاد الفرينة. بسم الله. نخلط مليح ونبسسها. طبسي هنا كيما راكم تلاحظوا ماشي واسع، ما نقدرش ندير زوج يدين. اذا كيما راكم تلاحظوا هنا بعد ما بسست كامل الفرينة مع الزبدة، بالنسبة للناس اللي تحب دير لافاني يبقى اختياري، لانه ديجا المزهر عنده رائحة طيبة. الان نجيب صحن هكذا نحط فيه المكونات السائلة. اولا نحط فيه حبة بيض، نحط فيه هنا كذلك الكمية تاع ملعقة كبيرة تاع الخل الابيض، نضيف له هنا تقريبا واحد 4 ملاعق تاع ماء الزهر واربع ملاعق تاع ملعقة صغيرة مش كبيرة تاع الماء الزهر، ولا شفتوا باللي خصتكم تقدروا تضيفوا. نخلط جيدا بالشوكة هذه المكونات ونشمخ بهم العجينة تاعي، نلم بهم الفرينة هذيك. بسم الله. نحط الخليط تاعي ونبدا نلم العجينة. نلم فقط ما نعجنهاش.
اذا هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما كملت العجينه تاعي نخليها ترتاح. انا بعد ما نميتها قسمتها على ثلاثه، راح نغطيها بورق الشفاف الخاص بالمطبخ ونخليها ترتاح على الاقل على الاقل ساعتين. هنا هذا هو سر النجاح تاع الشكل تاعو، لازم العجينه تكون مرتاحه بزاف وتكون الخميره هذاك تفعلت من الداخل. اذا نخلي العجينه تاعي ترتاح ساعتين ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما ترتاح ونروحوا نعملوا طريقه تاع تحضير هذا القريوش. اذا هنا ندير شويه تاع الفرينه على طاوله العمل، نحط العجينه تاعي نبسطها شويه من بعد نفتحها ونحلها. نحاول اني نفتحها شويه عريضه باش تجيني الخدمة تاعها سهلة. هنا راح نقسمها على زوج، نحيها الطروف تحصل على هادوما، غادي نحولهم كامل هاد الطروف باش تجينا خدمة شابة وجينا كامل الشرائط هادو متساويين. ما تخسروش العجينه تاعكم لانكم على بالكم باللي كي تكثروا لها الفرينه وتقعدوا تقعدوا تخدم يعني معاوده راح تولي يابسه وما تجيش طريه. اذا راح نجوزهم الان في الماشينه تاع البقلاوه في رقم 4. ضروري جدا الماشينه تاع البقلاوه نجوزها في 4. نفس الشيء العجينة الثانية. الآن نجيب هاد الورق المقوى كما راكم تلاحظوا فيه حوالي 20 سنتيمتر، إلا حبيتوه صغير تقدرو ديرو 15 سنتيمتر. نبدأ نقطع بالجرارة، نقطع مليح هكدا، نشرشفها مليح بالجرارة. الطريقة تحصلت على هاد هاد الشريط الطويل. الان هنا راح نخلي شويه زياده، نخلي تقريبا 1 سنتيمتر باش تجينا خدمه تاع شابه وما نغلطوش فيها. بعد هنا نبداو نقطعو نصف سنتيم، نقطعو ركيك بزاف علاش تو العجينه تاعكم باللي راهي تلصق. ديروا لها شويه تاع الفرينه ولازم تفتحوا كامل هاد الفتحات هادوما باش تتحل، تجيكم فاسيلمون تحل كي ديروها في المقله تحل وحدها اوتوماتيكمون. هنا كذلك نخلي 1 سنتيم. من بعد واش نعمل؟ نجيب هذه اللي هنا، تبعوا معايا مليح، نجيب هذاك نطويها على زوج. هنا راح نجيب قليل من الماء، تخدموا بالباسولة باليد كيما تحبوا ولا البياض البيض، نحط شوية تاع الماء هنايا هكدا هكدا باش يلصق ما يتحلش هكدا بهاد الطريقة، ونضغط شوية فقط ماشي بزاف هكدا. من بعد نجيب العجينة تاعي كيما راكم تلاحظوا، نروح للوسط نحط هكدا ونزيد هادي من جهة وحدة، نخرجهم في زوج منا هكدا هكدا، وهذايا نلاقيه مع بعض، هذا مع هذا نلاقيهم مع بعض هكدا، هذا مع هذا نلاقيهم مع بعض، نتحصلو هكدايا شغل الشكل تاع بابيو. من بعد ناخذ القليل من الماء، نغلق الجوانب كذلك هذو الحواف، ندير شويه تاع الماء ونغلق مليح بهذه الطريقه، نضغط مليح. نفس الشيء هنا هاد الجوانب ندلهم شويه تاع الماء، نغلق جيدا هاد الجوانب، تحسبوا على هذا الشكل. الان واش راح نعمل؟ نجيب الجرارة
ونحي هذا الزايد، راح يزيد يعاونها باش تغلق مليح وما تتحلش في المقله. نفس الشيء من الجهه الاخرى، نجوز عليها بالجلاره ونقص لها هذاك الزايد هكذا، نتحصلوا على هذا الشكل هكذا. وكي نحطوها في المقله راح نتحصل على الشكل تاع الورقه هكذا. نزيد هنا الحبه الثانيه نفس الشيء، نخلينا الاسباس هكذا، ونبدا هنايا نقطع الكيكه، نطوي هذه لهنا بهالطريقه هكذا، ونغلق هاد الحواف بقليل من الماء هكذا، من بعد نضغط جيدا. نعاود لكم العمليه باش تنجحوا فيها. من بعد ناخذ العجينه تاعي نفتحها هكذا في الوسط، نخرج هذا او هدايا منا هكذا حتى نتحصلوا على هدايا هذا الشكل. من بعد ناخذوا هذا الطرف مع هذا الطرف هكذا، نعاود نشمخهم بالماء ونضغط عليهم. إذا نكمل كامل الكمية ونروح الآن مباشرة نلقي لكم حبة باش تشوفوا النتيجة اللي نتحصل عليها. إذا هذه الحبة الأولى حطيتها باش تقلى، هذه الحبة الثانية حطوها في زيت غزير تكون درجة الحرارة سخونة، من بعد تنقصلها طيب على قانيها بالعقل. لاحظوا لما تبدأ تتنفخ يدخل لها طياب، تحاول تطلع للفوق شكل واضح كما راكم تلاحظوا هنايا الشكل تاع الورقه. اذا نقلي الكريوش تاعي ونتلاقاو في المعطى. اذا كما راكم تلاحظوا الكريوش تاعي هنا بعد معطى، راح ناخذ ثلاثه ثلاثه باش ما نخسرلهمش الشكل، لانه راح يتكسروا كما راكم تلاحظوا راهم رقيق بزاف. الان نجيب العسل يكون ساخن ونبدا نسكب هكذا فوقه جامي. هاد النوعيه هذه تغطسوها داخل العسل لانه راح يتكسر كامل وما تقدروش تحكموا فيه. ديروا هكذا ثلاثه ثلاثه ولا زوج زوج وتبداو تعسلوهم هكذا بحاجه من فوق بالغراف ولا هكذا غرفيه ولا. ذا نعسل الحلوه تاعي ونتلاقاو ان شاء الله على مائده التقديم، بقاو معنا. اذا كما راكم تلاحظوا هنا الكريوش تاعي بعد ما طاب عسلته بعسل اللي يكون دافي شويه، لانه انايا ما عسلتوش سو بلاص. وبعد زينته كما راكم تلاحظوا بالجلجلان اللي هو السمسم، يجي ناجح 100% والشكل تاعو جد راقي كما راكم تلاحظوا هنايا عن قرب، يجي مرق يجي ما شاء الله. نتمنى هذه الوصفه تكون نلت الاعجاب تاعكم، ويعجبكم الفيديو بارطاجوا الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.